مرحبا بكم يا أصدقائي. هناك سؤال محير لم أستطع أن أفكر في إجابته من قبل. إذا لم يصادفني وإذا صادفني فلن أستطيع الإجابة عليه حتما نتيجة للدهشة الكبيرة منه، ولكنني بصورة عامة سوف أقوم بعمل الافتراض بشكل صحيح. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يساعدنا كثيرا. ولكن أولا نسيت أن أقول لكم السؤال نفسه، لماذا تعتبر الرفارف عواكس الهواء على جوانب المصابيح الأمامية للسيارة ضرورية في الشاحنات الكماز؟ لكنها موجودة بالفعل، فهناك من يقوم بإضافتها إلى المصابيح لإطفاء الجمال، هناك أيضا من لا يهتم بها على الإطلاق، حيث يدور الحديث عن الصفائح المعدنية الدائرية الصغيرة المنتشرة على جوانب المصابيح الأمامية والتي تقوم بتشكيل فجوة صغيرة بين السطح الداخلي للشاحنة وسطح زاوية مقصورة القيادة. وبالمناسبة قم بتوقيف الفيديو مؤقتا واكتب تعليقك حول هذا الجهاز ولماذا بالتحديد يوجد في الشاحنات الكماز، فأنا لا أعرف على وجه اليقين، ربما لأنها منصة السيارات الأكثر شيوعا واستخداما في الوقت الحالي بتعديلاتها المختلفة. ما هو الغرض منها؟ فكما هو المألوف دعونا نتحدث عن الغرض من هذا التصميم الذي يقابل الكثير من الآراء المختلفة والتي لا بأس بها. فهناك من يؤكد أنه مصمم لحماية مقصورة القيادة من مواجهة العقبات، حيث تتركز فيه الحماية وبالتالي تبقى مقصورة القيادة سليمة، وإذا قمنا باستبداله كما نقوم مع الأشياء الأخرى فسوف يبدو الأمر مثيرا للشك. دعونا نتفق لماذا سيبدو مثيرا للشك، ذلك لأن الدعامات التي توجد في أبعاد السيارة لا تقدم خيارا آخر، ولكن بفضل هذه العواكس الانسيابية فهي تقوم بإبعاد الهواء وتصبح السيارة اقتصادية أكثر بنسبة 15 إلى 20%، ولكن ليس لدي أي شيء مميز لأضيفه إلى هذا السيناريو. فإذا كان لديك شيء يمكن إضافته قم بإضافته في التعليقات وسوف نقوم بقراءته لاحقا، ذلك عند الوهلة الأولى لهذا العنصر من مقصورة القيادة، فإنه ليس من الصعب تخمين أنه بطريقة أو بأخرى له علاقة بتوزيع الكتل الهوائية للسيارة، ولكن كيف؟ وهل تعطي هذه القطع الصغيرة بعض المزايا الديناميكية للسيارة التي تعمل بالديزل؟ ولماذا تحتاج السيارة التي يتناقص شكلها مع جميع قوانين الحد من المقاومة إلى هذه المزايا؟ تجدر الإشارة على الفور إلى أن عواكس الهواء السفلية المماثلة تستخدم ليس فقط في شاحنات كماز ولكن في شاحنات أخرى، والحقيقة هي أن أي سيارة أثناء حركتها تتعرض لقوة المقاومة الأمامية التي تنشأ نتيجة مواجهة واحتكاك الهواء، فإن تأثير الكتل الهوائية على مقصورة القيادة وعلى هيكل السيارة يجعل شكلها المربع وأبعادها في الطريق. انظروا على الصورة التخطيطية في حالة الكبائن المستطيلة التي تنتمي إلى موديلات كماز فوق وتحت الكابينة، تتشكل دوامات الهواء أثناء الاستخدام، حيث تلعب هذه الدوامات دورا سلبيا للغاية في رفع جميع الأوساخ والغبار الموجود تحت العجلات، نتيجة لذلك قد تجد بعض الأوساخ على الباب والزجاج والمرايا وأيضا مقابض فتح الأبواب، وهذا نتيجة لوجود الرفارف الجانبية لمقصورة القيادة. هذه هي التسمية الصحيحة لها لإبعاد الهواء القادم من الأمام على جوانب مقصورة القيادة والعقبات التي تنتج عن الكتل الهوائية المتنقلة من أعلى لأسفل والتي قد تؤدي إلى اتساخ مقصورة القيادة. هذا هو الدور الهام الذي تقوم به تلك الرفارف الصغيرة والمعقدة والذي تم ذكره في هذا الفيديو بصورة وجيزة. إذا أعجبكم هذا الفيديو اضغطوا على علامة الإعجاب، وشكرا لكم يا أصدقائي وإلى اللقاء.